بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي التجاري شعبة التسويق وسوق المال، في حلقة جديدة من حلقات مادة الرياضة المالية وبرنامجكم في بيتنا مدرسة. إن شاء الله حلقتنا النهاردة هتكون على سداد القروض بطريقة الأقساط المتساوية من الأصل والفوائد معا. اتفقنا قبل كده إن أسهل طريقة لسداد القروض هي سداد دفعات متساوية من الأصل والفوائد معا. يبقى احنا اتفقنا ان في هنا دفعات متساوية. الدفعات المتساوية بنسددها ليه؟ علشان نوصل في نهاية المدة ان يكون جملة القرض بيساوي جملة الأقساط. مهم جدا جدا انك تعرف ان في نهاية المدة او في نهاية مدة القرض لازم يكون عندي جملة القرض بتساوي جملة الأقساط. طريقة الدفعات المتساوية او هنسميها أقساط متساوية من الأصل والفوائد معا، عايز أجيب القسط أقوله على طول إن القسط بيساوي القرض في مستخرج جدول 4، اللي هو جه إزاي مستخرج جدول 4 لما قسمنا جدول 1 على جدول 3، لأن جملة القرض بيساوي جملة الأقساط. طيب لما نيجي نتكلم عن القسط المتساوي وأقول لك إن القسط المتساوي طه بيساوي، الطه بيساوي أصل القرض اللي عندي اللي هو مبلغ القرض أو مبلغ السلفة اللي عندي في مستخرج جدول 4 من الجداول المالية. مستخرج جدول 4 اللي هو الرمز الرياضي بتاعه 1 على د ن بمعدل عين في المية. يبقى أنا عندي كده القسط بيساوي أصل القرض في مستخرج جدول 4 أو في 1 على د ن بمعدل عين في المية، لأن القرض اللي عندي هيتسدد على دفعات متساوية من الأصل والفوائد معا. تعالوا مع بعض نشوف إيه الأفكار اللي ممكن تجيني في طريقة الأقساط المتساوية. أول فكرة وأسهلها إنه ممكن يديلك القرض والمعدل ومدة سداد الأقساط أو مدة القرض دي، ويطلب من حضرتك احسب قيمة القسط المتساوي. طبعاً أول حاجة بنفكر فيها معطيات التمرين اللي عندي، مديني إيه وعاوز إيه. حضرتك معاك القرض، معاك النون أو عدد الأقساط، معاك المعدل الفايدة المركبة السنوي اللي عندك، وبعدين بتبتدي تشوف انت عاوز ايه، عاوز مني قيمة القسط. اذا هعوض في قانون القسط المتساوي. القسط بيساوي ايه تاني؟ القسط بيساوي القرض او الف او اصل القرض زي ما انت بتحب تسميه في 1 على د ن بمعدل عين في المية. تعالوا مع بعض نشوف الكلام ده ونشوف تمارين عليه ونبتدي نتدرج بالتمارين واحدة واحدة. اول حاجة عندي في موضوع الاستهلاك القروض بطريقة الأقساط المتساوية من الأصل والفوائد معا، عندي بيقول لي إزاي أوجد القسط المتساوي العادي. القسط المتساوي العادي بطريقة سهلة جدا، قلنا القسط بيساوي أصل القرض اللي عندي في مستخرج جدول 4. إيه هو مستخرج جدول 4 تاني؟ 1 على د ن بمعدل عين في المية، ده مستخرج جدول 4. يبقى بقول تاني قانون القسط بيساوي القرض في 1 على د ن بمعدل عين في المية أو مستخرج جدول 4. طيب يعني يا مستر لو أنا بقول لك اقترض تاجر 10,000 جنيه، إذن في حد استلف أو اقترض من البنك 10,000 جنيه على أن يسددها على 10 أقساط سنوية متساوية. البنك قال له إحنا هناخد الأقساط بتاعتنا أو الدفعات بتاعتنا دي على 10 أقساط سنوية متساوية من الأصل والفوائد معنى، بفائدة مركبة معدلها 9% سنويا. طيب أنا كده معايا القرض ومعايا عدد الأقساط اللي هي نون، عدد الأقساط عندي هنسميها نون، ومعايا كمان معدل الفايدة المركبة السنوي 9%. نشوف معطيات المسألة تاني. القرض الأصلي عندي ب10,000 وعدد الأقساط أو عدد الدفعات اللي احنا هنسددها 10 أقساط والمعدل السنوي للفايدة 9%. عايز مني ايه؟ احسب القسط المتساوي. بمنتهى البساطة اقول له القسط المتساوي هنجيبه ازاي؟ هقول قانون الاول، دايما القانون بتاعك بيساوي لك الدنيا كلها. القسط بيساوي القرض في مستخرج جدول 4. حد شاطر يقول لي مستخرج جدول 4 لسه قايلينه، قلت لي 1 على د ن بمعدل عين في المية. يعني انا هقول القانون الاول، القسط بتاعي طه بيساوي اصل القرض اللي عندي اللي هم ال 10,000 زي ما هنشوفهم في
مستخرج جدول 4 تحت 9% قدام نون من وحدات الزمن اللي هي كام؟ 10، اللي هي عدد الاقساط اللي كانت عندي، اللي هو مستخرج جدول 4. طيب لما اجي اعوض تعويض مباشر بقى في التمرين بتاعي، اقول القسط اللي هو الط هيساوي 10,000 في 1 على د 10 بمعدل 9. الكلام ده موجود فين؟ موجود في مستخرج جدول 4، موجود عندك الجداول الماليه في اخر الكتاب المدرسي، او لو انت بتحل امتحان سابق هتلاقي دايما بيديلك في الامتحانات السابقه جداول ماليه كده في اخر ورقه الامتحانات السابقه اللي عندك. هتروح على الجدول الرابع تحت المعدل الموجود عندي اللي هو 9%، وتاخد مستخرج جدول الرابع قدام 10 وحدات زمن او 10 اقساط. يبقى هنا الط بتساوي 10,000 في 1 على د 10 بمعدل 9%. اتفقنا من جدول كام؟ برافو عليك، جدول 4. طيب ابتدي اجيب جدول 4 الاقيه مديني علامه 15 5 8 200. اضرب الكلام ده في قيمه القرض اللي عندي. طب القرض اللي عندك بكم يا مصر؟ قلت لي ب 10,000. يبقى لما هضرب ال 10,000 في مستخرج جدول 4 يطلع معايا القسط المتساوي اللي هو 1558 علامه 20. يبقى انا جبت القسط المتساوي بطريقه سهله جدا، اللي هو ايه؟ اصل القرض في مستخرج جدول 4. يبقى دايما لما يطلب القسط المتساوي فقط بجيب اصل القرض في مستخرج جدول 4. طيب عندي كمان ممكن يطلب مجموع الفوائد، اجيب ازاي مجموع الفوائد دي؟ اقول له مجموع الفوائد عباره عن ايه؟ مجموع الاقساط ناقص اصل القرض اللي عندي. طب ايه هو مجموع الاقساط؟ ط في نون. لو انا عايز مجموع الفوائد هقول له بيساوي مجموع الاقساط، مجموع الاقساط اللي هو الط في نون. شوف عندك القسط طلع بكام واضربه في عدد الاقساط اللي عندك، وبعد ما تجيب مجموع الاقساط اطرح منه القرض الاصلي يديلك مجموع الفوائد. يبقى انا هنا عندي مطلوبين في التمرين او في بدايه اول تمرين عندي، قلنا عاوز القسط المتساوي، وجبت القسط المتساوي عن طريق القانون السهل الجميل اللي عندي اللي هو ألف في الرمز الرياضي المستخرج جدول 4. القرض الاصلي عندي كان ب 10,000، جبت مستخرج جدول 4 ضربت ال 10,000 في مستخرج جدول 4 اداني قيمه القسط المتساوي. طب هيطلب مني مجموع الفوائد، اقول له مجموع الفوائد بيساوي مجموع الاقساط ناقص القرض الاصلي، مجموع الفوائد الثاني بيساوي مجموع الاقساط ناقص القرض الاصلي. ايه هو مجموع الاقساط؟ ط في نون. ط في نون القسط في عدد الاقساط ناقص القرض الاصلي اللي عندي، هيديني على طول مجموع الفوائد. تعالوا نشوف تمرين ثاني يطلب القسط ومجموع الفوائد. عندي التمرين بتاعنا بيقول ايه؟ قرض يسدد على 15 قسط سنوي متساوي. انا عندي هنا مديني عدد الاقساط، خد بالك عشان بدانا نغيب اصل القرض. قرض يسدد على 15 قسط سنوي متساوي من الاصل والفوائد معا بفايده مركبه معدلها 12.5% سنويا، قيمه القسط 7,575,388.88. فما اصل القرض؟ حد شاطر هنا بيلاحظ ان ال 12.5% ده مش موجود في الجدول. خلي بالك من التمرين كويس. هنا انا بقول له القسط المتساوي هجيبه بدلاله الاله الحاسبه او بدلاله القانون بتاعنا بالاله الحاسبه. ازاي؟ لان الرمز الرياضي عندي مش هينفع لان ال 12.5% مش موجود في الجداول الماليه. طب هحله ازاي؟ افتكر تاني مع بعض. قانون القسط المتساوي بالآلة الحاسبة بيساوي القرض في 1.2% أس نون في عين على 1.2% أس نون ناقص 1. نقول القانون تاني. القسط المتساوي بالآلة الحاسبة بيجي ازاي؟ بقول له أصل القرض في شرط الكسر، البسط اللي عندي 1.2% أس نون في عين من 100، المقام 1.2% أس نون ناقص 1. طيب هنا يا مستر لو سمحت، ده مش عايز القسط، ده مديني القسط موجود في التمرين وعايز مني اصل القرض. برافو عليك. ابتدي اعوض في اصل القرض في القسط واغيب اصل القرض اللي عندي، اقول له طب حضرتك قلت ان القسط بيساوي 75,388.88 بيساوي اصل القرض ما اعرفوش، نزله زي ما هو او ممكن تكتبها الف في شرطة الكسر بتاعتنا.
عاوزك تركز كتير قوي 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 وانت بتستعمل الآلة الحاسبة. الأول البسط اللي عندي، المعدل عندك كام؟ قلت لي المعدل 12.5%. طيب مش احنا في الحلقات السابقة اتفقنا لو المعدل أكبر من 10 مش هحط صفر بعد العلامة؟ لا تاني الحتة دي يا مستر، لو المعدل أكبر من 10 ما نحط الصفر بعد العلامة. طب لو المعدل أقل من 10 لازم أحط صفر بعد العلامة العشرية. يعني لو المعدل كان 9.5 كنت كتبت 1.095، يبقى دايما المعدل اللي أقل من 10 بنحط له صفر قبل العلامة. طب لو المعدل أكبر من 10 أو بيساوي 10 لا ما بحط الصفر بعد العلامة، بكتب الرقم اللي عندي على طول. يعني ال 12.5 هتتكتب، يعني طبعا هقول واحد وعين، هقول 1.125 علشان المعدل أكبر من 10. يبقى دايما يا جماعة لو المعدل أصغر من 10 بحط صفر بعد العلامة العشرية، ولو المعدل أكبر من 10 ما بنحطش الصفر ده هو. تعال نشوف مع بعض التمرين بتاعي. أنت مديني القسط جاهز، حطيت القسط، أرجع أقول له إيه؟ القرض مجهول، يبقى القرض فيه شرطة كسر كبيرة كده، وافتح قوس والواحد وعين من 100 أس سنون، العين عندي بكام؟ قلت لي ب 12.5، برافو عليك، يبقى 1.125 اللي هما ال 12.5 اللي كانوا في التمرين المعدل. الكل أس نون 10 في علامة 12.5 أو علامة 125 على 1.125 أس 10 ناقص 1. بالتعويض المباشر خلاص أنت هتشتغل بالآلة الحاسبة، يطلع عند حضرتك الطرفين، الطرف اليمين اللي هو القسط والطرف الشمال اللي هو المستخرج، بس طبعا ما كانش مستخرج جدول رابع او احنا جبناها بالآلة الحاسبة بتاعتنا. اذا القرض بيساوي البعيد على القريب، يبقى هنقول له القسط على قيمة الرمز الرياضي يطلع 500,000 جنيه، ده كان القرض. مسألة سهلة وبسيطة، وكانت فكرتها بمنتهى السهولة ان هو عاوز القرض نفسه مش عايز القسط. طيب عندي كمان فكرة بسيطة جدا جدا عايزين نشوفها مع بعض، اللي هو ممكن يديني القرض والمعدل وبعدين عايز مني حاجة ظريفة جدا جدا اللي هو القسط المتساوي زي ما احنا عملناه، وبعدين عاوز مني جدول استهلاك القروض. في جدول الاستهلاك القروض ده احنا بنعمل جدول من 6 خانات، بنعمل جدول من كام خانة؟ من 6 خانات، وتعالوا نشوفهم مع بعض هنمشيها واحدة واحدة ازاي. تمرين بيقول لي قرض 10,000 جنيه، القرض بتاعنا كام؟ 10,000 جنيه، يسدد بطريقة الأقساط المتساوية من الأصل والفوائد معا بمعدل 12% سنويا. سامعك كنت بتقول لي المعدل ده موجود في الجداول المالية، طيب يبقى كده هنشتغل بالرمز الرياضي من الجداول المالية، جدول 4 أو كشف جدول 4 أو مستخرج جدول 4. حضرتك بتقول لي القرض 10,000 جنيه يسدد بطريقة الأقساط المتساوية من الأصل والفوائد معا بفايدة مركبة معدلها 12% سنويا على مدى كام سنة؟ على مدى 5 سنوات. هنا عاوز مني القسط المتساوي وعاوز كمان جدول استهلاك القرض. يبقى أنا التمرين اللي قدامي ده مديني القرض ومديني عدد الأقساط ومديني معدل الفايدة. عاوز مني القسط المتساوي، قلت لي سهلة دي لسه حاسبينها وعرفناها وفهمناها. ايه بقى موضوع الجدول ده؟ هقول لك الجدول ده جدول من 6 خانات، جدول من 6 خانات، وهنشوفه مع بعض واحده واحده. ولازم تعرف ان عدد خانات الجدول او عدد الفترات اللي عندك حسب عدد الفترات اللي مديها لك في التمرين. يعني لو ادالك قرض يستهلك على 4 فترات يبقى انت هتعمل الجدول من 4 فترات، 5 فترات يبقى الجدول هيكون من 5 فترات. قبل ما نعمل الجدول وقبل ما نحل التمرين لازم نتفق مع بعض اتفاق جميل جدا، اللي هو ايه؟ ان رصيد اول الفترة الاولى، نقولها تاني، رصيد اول الفترة الاولى بيكون هو القرض الاصلي، هو القرض اللي موجود معاك في التمرين. يبقى دايما التمرين هيبدأ بالقرض الاصلي، ورصيد اخر الفترة الاخيرة خالص لازم يكون صفر، لان حضرتك بتكون خلاص سددت القرض كله، فلازم يكون النتيجة بتاعتك او الناتج بتاعك رصيد القرض اخر الفترة الاخيرة لازم يكون صفر، لانك حضرتك خلصت سداد القرض بتاعنا. يبقى لما يقول لي هعمل جدول استهلاك القرض لازم يبدأ بالقرض الاصلي وينتهي بالصفر لو الجدول كامل، اما لو الجدول عن فترات معينة مش عن الفترات كلها
لا فائدة من جمع هذا الجدول، وفي الآخر ما يدينيش صفر لأنه ما كملش الجدول بتاعي. تعال نرجع للتمرين بتاعنا ونشوف الكلام ده كله واحنا بنحل التمرين. حضرتك مديني قرض ب 10,000 جنيه ومعدل 12% وعدد الأقساط خمس أو عدد السنوات 5 سنوات. عاوز مني القسط المتساوي وعاوز جدول استهلاك القرض. تعالوا مع بعض نحسب القسط المتساوي اللي هو القرض في مستخرج جدول 4. برافو عليك، قلت لي القرض في مستخرج جدول 4. يبقى الطه بيساوي القرض في 1 على د ن بمعدل ع اللي هو مستخرج جدول 4. قلت لي القرض بكام؟ قلت لك ب 10,000 في 1 على د 5 بمعدل 12% اللي هو مستخرج جدول 4. يلا كده مع بعض طلع الجداول الماليه من اخر الكتاب او من اي امتحان سابق معاك. هتقول لي مستخرج جدول 4 طلع معاك بكام؟ طلع معايا بعلامه 2,7740 مظبوط، مضروب في القرض الاصلي اللي عندك اللي هو كان 10,000. اذا القسط بيساوي 2,774.10. حضرتك كده جبت القسط المتساوي. طيب انا كده خدت نص الدرجة او خدت جزء كبير من الدرجة لانك قدرت توصل للقسط. بعد القسط هتعمل الجدول بمنتهى البساطة، الجدول بتاعك من 6 خانات، الفترة ورصيد القرض اول الفترة. يبقى نعد واحد اول خانة كده الفترات اللي عندي. طب نمسك خانة خانة. الفترة اللي الفترات اللي عندي، انت قلت كام فترة في المسألة؟ قلت لي 5 فترات. اهو الفترات اللي عندي كانت 5 فترات اهي في التمرين بتاعك، كان بيقول لي على مدى 5 سنوات او على مدى 5 فترات. يبقى هنا انا لما عملت الجدول بتاعي قمت جايب على مدى 5 فترات، رحت عامل جدول من 5 فترات. ادي 1 2 3 4 5 فترات. يبقى كده انا الجدول بتاعي جدول كامل عن فترات التمرين كله. طيب حضرتك متفق معايا ان في بداية التمرين او رصيد القرض اول الفترة الاولى لازم يساوي القرض الاصلي. رصيد القرض اول الفترة الاولى هو القرض الاصلي. قلت لك القرض الاصلي بكام؟ ب 10,000 جنيه. طيب بعد كده سيب خانة الفايدة ثواني وثبت خانة القسط المتساوي. مش انت طلع معاك القسط ب 2774؟ اهو لو هتركز او هتركزي معايا، انا معايا القسط جاهز اهو بكام، او انا جبته بكام؟ ب 2774. ده هيس اسمه القسط المتساوي، ده ثابت في جميع الفترات. اهو الفترة الأولى 2774، الفترة الثانية 2774، نفس الرقم في جميع الفترات. يبقى القسط اللي عندي ثابت في جميع الفترات ما تغيرش. وبعدين ارجع احسب الفوائد بقى في الخانة الثانية اهي. الخانة الفايدة بتساوي ايه؟ رصيد اول المدة في المعدل على 100. تاني، رصيد اول المدة في المعدل على 100. يبقى انا هنا المعدل كان عندي كام؟ ب 12 من 100. رصيد اول الفترة الاولى كام؟ ب 10,000 جنيه. هضرب 10,000 في 12 من 100 يطلع 1,200. يطلع كام؟ 1,200. طيب كده انا معايا رصيد اول الفترة ب 10,000 ومعايا الفايدة ب 1,200 والقسط المتساوي اللي احنا حسبناه ب 2,774. طب بعد اذنك يا مستر احنا عايزين نجيب الخانة الخامسة اللي هي الاستهلاك او كاف. الاستهلاك ده بيجي ازاي؟ اقول لك القسط ناقص الفايدة. يبقى تطرح الخانة الرابعة ناقص الخانة التالتة. هنطرح القسط ناقص الفايدة، يبقى 2,774 علامة 10 ناقص 1,200 يديني 1,574 علامة 10. يبقى خد بالك انا طرحت القسط ناقص الفايدة اداني الاستهلاك. يبقى هنا القسط ناقص الفايدة لما طرحهم يديني الاستهلاك اللي عندي. طيب فاضل اخر حاجة واخر خانة، رصيد القرض اخر الفترة. رصيد القرض اخر الفترة بيساوي رصيد اول ناقص الاستهلاك اللي حضرتك تعبت وجبته ده. يبقى اطرح ال 10,000 ناقص 1,574 علامة 10 يديني رصيد القرض اخر الفترة الاولى 8,425 علامة 90. يبقى احنا اتفقنا كده مع بعض بعض العلاقات السهلة اللي هتمشي لي الدنيا في جدول الاستهلاك. اول حاجة
اول حاجه القسط المتساوي ده ثابت عندي في كل السنوات، يبقى القسط المتساوي جبته ازاي؟ القرض في مستخرج جدول 4. جبت القسط المتساوي عباره عن القرض مضروب في مستخرج جدول 4. طيب جبنا القسط، حط القسط ده في جميع الخانات بتاع الجدول في خانه ط، لان القسط ده ثابت من سنه لاخرى، لان ده القسط السنوي المتساوي الثابت في جميع الفترات. جبت القسط، بديت اعمل او ابتديت اعمل جدول استهلاك القرض، دايما دايما رصيد الفتره الاولى هو القرض الاصلي، رصيد الفتره الاولى بيساوي القرض الاصلي. يبقى هنا ممكن كمان يجيني سؤال اكمل في جدول استهلاك القرض، رصيد الفتره الاولى بيساوي طبعا القرض الاصلي. طيب حطيت القرض الاصلي، ضربت القرض في المعدل على 100، يبقى 10000 في 12 من 100 اداني 1200، كده انا جبت الفايده الاولى. هتطرح الفايده الاولى من القسط المتساوي يديني الاستهلاك الاول، يبقى خلي بالك الاستهلاك بيساوي القسط ناقص الفايده، ده الاستهلاك عموما. طب لو عايز الاستهلاك الاول اقول له كاف واحد بيساوي القسط ناقص الفايده الاولى، يبقى الاستهلاك الاول بيساوي كاف واحد ناقص الاستهلاك الاول كاف واحد بيساوي القسط ناقص الفايده الاولى. طب يعني لو عايز الاستهلاك الثاني اقول له القسط ناقص الفايده الثانيه، مفيش حاجه بقى عندي اسمها القسط الاول والقسط الثاني، لان احنا اتفقنا مع بعض ان القسط ثابت في جميع الفترات. طيب رصيد اخر الفتره، حضرتك بتقول لي رصيد اخر الفتره ده بيساوي رصيد اول ناقص الاستهلاك، يبقى دايما دايما رصيد اخر الفتره بيساوي رصيد اول مطروحا منه الاستهلاك. هنرجع للتمرين بتاعنا تاني، الاقي ان رصيد اخر الفتره الاولى قلت رصيد اول ناقص الاستهلاك، يبقى ال 10000 ناقص ال 1574 علامه 10 يطلع 8425 علامه 9. طب خد بالك من حاجه بقى، رصيد اخر اي فتره هو رصيد اول الفتره التاليه لها، يعني اقول لك رصيد اخر الفتره الاولى هو رصيد اول الفتره الثانيه. ازاي يا مستر؟ قلت لي رصيد اخر الفتره الاولى كان بكام؟ ب 8425. خدت بالك ان كان رصيد اخر الفتره الاولى انا بدات بيه يكون رصيد اول الفتره الثانيه، يبقى ال 8425 اللي هي كانت اخر بدات بيها الفتره الثانيه رصيد اول. يبقى هنا رصيد اول اي فتره هو رصيد اخر الفتره السابقه له، او رصيد اخر اي فتره هو رصيد اول الفتره التاليه له. يبقى كده احنا بنبدا في فتره جديده خالص، رصيد اول الفتره الجديده عندي كام؟ 8425 و9، اضربها في 12 من 100 اداك الفايده. يبقى هنضرب رصيد اول في المعدل اللي في التمرين اداني الفايده. بعد كده اطرح الفايده من القسط ام اديني الاستهلاك. وبعدين اتفقنا ان رصيد اخر بيساوي رصيد اول ناقص الاستهلاك، ام اديني رصيد اخر الفتره الثانيه ابدا فيه الفتره الثالثه وهكذا لباقي الفترات الى ان يبلغ عندي القرض رصيد القرض اخر الفترة الاخيرة اللي هي الخامسة هيكون عندي صفر زي ما حضرتك شايف. يبقى انا اتفقت معاك اتفاق جميل جدا، اول حاجة هنتفق او اول حاجة اتفقنا عليها ان رصيد اول الفترة الاولى هي القرض الاصلي، ورصيد اخر الفترة الاخيرة بيساوي صفر. طب خد بالك كده، اجمع خانة كاف اللي عندك الاستهلاك، هتلاقي كاف واحد زائد كاف اتنين زائد كاف تلاتة زائد كاف اربعة زائد كاف خمسة بيساوي كام؟ قلت لي ده 10000 يا مستر، مش ملاحظ ان ال 10000 دي هي ايه؟ قلت لي ايوه ده اصل القرض. يبقى اذا اصل القرض بيساوي مجموع الاستهلاكات، اصل القرض بيساوي مجموع الاستهلاكات. خد بالك ان احنا اتفقنا ان اصل القرض هنا ممكن يساوي القسط على مستخرج جدول 4، واصل القرض بيساوي، احنا كده من بدايه الحلقه ماشيين واحده واحده، اصل القرض ممكن احسبه ازاي؟ القسط على مستخرج جدول 4، او اصل القرض كمان بيجي عن طريق مجموع الاستهلاكات، بس تكون استهلاكات كامله، مجموع الاستهلاكات الكامله يديني اصل القرض. طيب خد بالك كمان ان رصيد اخر الفتره قبل الاخيره بيساوي رصيد اول الفتره الاخيره بيساوي الاستهلاك الاخير. يبقى دي برضو معلومه مهمه، ان رصيد اخر الفتره قبل الاخيره
بيساوي رصيد اول الفتره الاخيره بيساوي الاستهلاك قبل اللي بيساوي الاستهلاك الاخير كاف الاخير. طيب كده احنا قدرنا نوصل لجدول الاستهلاك بطريقه سهله وجميله، وطبعا احنا عاملينه 5 سنوات، يعني صعب ان يجي اكتر من 5 فترات، ممكن يجي 4 ممكن يجي 5، بس ان شاء الله مش هيزيد عن كده، لان تمارين الكتاب عندنا واضحه وصريحه، ودايما الكتاب المدرسي عندنا هو المرجع الاساسي والوحيد لينا. نرجع تاني نشوف افكار تانية بتقول لنا ايه. طبعا عندي الاستهلاك الاخير بيساوي رصيد اول الفترة الاخيرة بيساوي رصيد اخر الفترة قبل الاخيرة، اتفقنا مع بعض على النقطة دي، ان الكاف الاخير هو رصيد اول الفترة الاخيرة هو رصيد اخر الفترة قبل الاخيرة. ممكن تيجي في بعض النقاط في صورة اكمل او في صورة صح وغلط، اللي هي النقاط النظري اللي بتيجي في امتحانات الرياضة المالية. طيب عندي كمان زي ما اتفقنا ان رصيد اول الفترة الاولى هو ايه؟ سامعك قلت لي القرض الاصلي. طيب بعض التمارين كمان ممكن تجيني في صورة اسئلة نظرية، ان القرض بيساوي نقط، بيساوي مجموع الاستهلاكات، او بيساوي مجموع الاقساط ناقص مجموع الفوائد. يبقى ممكن يقول لي ان القرض بيساوي مجموع الاستهلاكات، او القرض بيساوي مجموع الاقساط ناقص نقط. اقول له مجموع الاقساط ناقص مجموع الفوائد يدي لك القرض الاصلي. طيب خد بالك ان الفوائد بتتناقص من فتره لاخرى، يعني انت لو ركزت معايا في الجدول اللي كان معانا، جدول استهلاك القرض اللي كان معانا، هتلاقي اول فايده كانت 1200، الثانيه كانت 1011، خدت بالك ان الفايده نقصت؟ الفتره الثالثه 799، الفتره الرابعه 562، الفتره الخامسه 297. يبقى اذا الفوائد بتتناقص من فتره لاخرى. معنى ايه الكلام ده يا مستر، او ليه الفوائد بتتناقص من فتره لاخرى؟ اقول له نتيجه لتناقص الارصده اول كل فتره، لان احنا بنحسب الفايده على ايه؟ على القرض الاصلي؟ لا طبعا، انا بحسب الفايده على رصيد اول المده، لذلك رصيد اول المده كل سنه بيقل، وبالتالي وبالتبعيه الفايده هتقل كل سنه عن الفايده الاخرى. طيب خد بالك كمان الاستهلاكات بقى عكس الفوائد، الاستهلاكات بتتزايد من فتره لاخرى، الاستهلاك بيزيد، الاستهلاك بتاع السنه الثانيه كان اكبر من استهلاك السنه الاولى، يبقى دايما الاستهلاكات بتتزايد من فتره لاخرى والفوائد بتتناقص من فتره لاخرى. اذا لما يجي سؤال في صوره صح وغلط او في صوره اكمل او الجزء النظري ده، يقول لك ايه مثلا؟ الفوائد تتزايد من فترة لأخرى في جدول استهلاك القروض. طبعا الكلام ده كلام مش مظبوط، لأن الفوائد بتتناقص من فترة لأخرى، أما الاستهلاكات بتتزايد من فترة لأخرى. طيب عندي كمان بعض التمارين السهلة الجميلة، بيقول لي قرض يستهلك على 5 أقساط سنوية متساوية، وعايزك الحقيقة تركز في التمرين ده كويس جدا. ليه؟ لأن موجود في التمرين شرط مهم جدا، قال لك بدون استخدام الجداول الماليه. طب ليه يا مستر؟ ما احنا كنا بنحل بالجداول الماليه وعارفين اني بجيب مستخرج الجدول الرابع، لو طلب القسط بضرب الجدول في مستخرج جدول، بضرب القرض في مستخرج جدول 4، والدنيا جميله معايا. هنا بيقول لي ايه؟ قرض يستهلك على 5 اقساط سنويه متساويه من الاصل والفوائد معا بفايده مركبه معدلها 12%. فإذا كان استهلاك السنة الثالثة 1974.55 جنيه، اوجد بدون استخدام الجداول المالية حاجتين، القرض والقسط المتساوي. خد بالك معايا، أنا قلت لك بدون استخدام الجداول المالية، هنا في التمرين بيقول لك بدون استخدام الجداول المالية، في شرط مهم جدا لازم حضرتك تاخد بالك من الشرط ده، بدون استخدام الجداول المالية. هنا لازم حضرتك تكون عارف حاجة مهمة جدا، ان العلاقة بين اي استهلاكات متتالية هي واحد وعين، العلاقة بين اي استهلاكات متتالية هي 1:100. هنا بقى عايزين نحط قاعدة نمشي عليها. انا معايا الاستهلاك الرابع، مديني الاستهلاك الكام؟ مديني الاستهلاك التالت، استهلاك السنة التالتة.
هنا هعمل قاعدة ظريفة وهتفهمنا حاجة. ممكن نقول طالع قاسم نازل ضارب. ازاي يا مستر؟ انا معايا استهلاك السنة كام؟ كاف 3، وكل الاستهلاكات كام او كل الاقساط كام؟ 5. يبقى انا هنا هبتدي اعمل 5 استهلاكات، منهم واحد معايا وجاهز في التمرين اللي هو كاف 3 اهو. انا كاتب لك قدامه كلمة ايه؟ معلوم من التمرين. يبقى لما حضرتك يديني تمرين ويدي لك الاستهلاك الثالث مثلا معلوم، هكتب الاستهلاك الثالث زي ما هو اهو 1974 علامة 10. طيب هنبتدي نتعامل مع التمرين ازاي؟ لو انا عايز اطلع لفوق هقسم. اتفقنا القاعدة بتقول ايه؟ طالع قاسم. يعني ايه طالع؟ انا عندي كاف 3 اهو، ركز معايا. عايز اجيب كاف 2، يبقى هطلع لفوق اهو. يعني هطلع، انا معايا كاف 3، هطلع اجيب كاف 2 اهو لفوق. لو جيت تطلع لفوق اقسم كاف 3 على 1.1 يديك كاف 2. يبقى تاني طالع قاسم، يبقى انا عايز كاف 2 ومعايا كاف 3، هقول له كاف 2 بيساوي كاف 3 على 1.2. يبقى هتقول لي 1974 علامة 10 على 1، والمعدل اللي عندي في التمرين كان 12. يبقى هنا 1974 علامة 10 على 1.12 يطلع 1762.99. ده كده كان كاف 2. طيب بالمثل لو عايز كاف 1، طب ما انا معايا كاف 2 خلاص، ما انا قدرت احسب كاف 2 بمعلوميه كاف 3، كده انا معايا كاف 2 وكاف 3. طب عاوز كاف 1، خد بقى كاف 2 اهو اللي انت لسه جايبه، اقسمه تاني على 1.2. يبقى 1762.99 على 1.12 يدي لك 1574 علامة 10. يبقى هنا قلت تاني كاف 3 كان معايا جاهز في التمرين، جبت منه كاف 2، قسمت كاف 3 على 1.2 اداني كاف 2. كده بقى معايا كاف 2، هقسم كاف 2 على 1.2 يديني كاف 1. طب الكلام ده لما كنا بنطلع بنقسم. طب لو عاوز كاف 4، ده انا كده هنزل لتحت يا مستر. كاف 4 او اي استهلاك لتحت هنعمل ايه؟ هنضرب كاف 4 بيساوي كاف 3 في 1.2. خدت بالك ان عملية ايه؟ ضرب. بدأنا نشتغل عملية ضرب. يبقى كاف 3 في 1.2 يعني 1974 علامة 10 اللي كان معلوم في التمرين هضربه في 1.12 اداني 22، اداني 2211 علامة 5. كده حضرتك جبت كام؟ كاف 4. نقدر نجيب كاف 5 بيساوي كاف 4 في 1.2. طب انت كده جبت كاف 5 اللي هو ضربت كاف 4 في 1.2 يعني 2211 علامة 5 في 1.12 يديني 2476.8. فاكرين لما قلنا مع بعض ان الاستهلاكات بتتزايد من سنة لأخرى؟ برافو عليك. طيب في طالب شاطر بيقول انا كنت اقدر اجيب كاف 5 بدلالة كاف 3. قلت له تمام، ازاي؟ قال لي كنت هضرب كاف 3 في 1.2. برافو عليك، صح. بس الاسهل ليك استخدم كل استهلاك تجيبه في الاستهلاك اللي بعده علشان تبقى عمليات سهلة وبسيطة على الآلة الحاسبة. طيب احنا لحد دلوقتي يا مستر ما جبناش القرض، لانه كان طالب مني القرض، هو ما طلبش مني اعمل جدول استهلاك ولا اجيب استهلاكات ولا اجيب اي حاجة من الكلام ده. ده طالب مني في التمرين القرض الاصلي زي ما احنا شفنا. ايوه انا فاكر ان هو طلب مني القرض زي ما حضرتك بتقول، بس ما اقدرش اجيب القرض لانه قال لي بدون استخدام الجداول الماليه الا لما اجيب الاستهلاكات اللي عندي. جبت الاستهلاكات كلها، هو كان مديني كاف 3، قدرت احصل من كاف 3 دي، طلعت قسمت جبت كاف 2 وكاف 1، ونزلت ضربت جبت كاف 4 وكاف 5. هنا بقى بعد ما خلصت الخمس الاستهلاكات او الخمس فترات اللي عندي اعمل ايه؟ اقول لك القاعده الجميله بتاعتنا، القرض بيساوي مجموع الاستهلاكات. القرض بيساوي مجموع الاستهلاكات. امسك الاله الحاسبه واجمع كاف 1 زائد كاف 2 زائد كاف 3 زائد كاف 4 زائد كاف 5 يديني القرض الاصلي اللي عندي مجموع الاستهلاكات كلها يطلع 10,000 جنيه
اذا القرض بيساوي مجموع الاستهلاكات. طيب كان طالب مطلوب تاني القسط المتساوي، اقول لك طيب ما هو القسط بيساوي ا في مستخرج جدول 4، تقول لي لا يا مستر انت نسيت الشرط اللي كان في التمرين بدون استخدام الجداول الماليه. هنا طالما بدون استخدام الجداول الماليه اقدر اجيب القسط باكتر من طريقه. هنقدر نجيب القسط المتساوي عندنا باكتر من طريقه. ازاي يا مستر؟ اقول لك اول طريقه القسط المتساوي بيساوي كاف واحد في واحد وعين من 100 أس نون. تاخد الاستهلاك الاول اللي انت جبته ده في واحد وعين من 100 أس نون. طيب ممكن طريقه ثانيه يا مستر؟ اقول لك طريقه ثانيه، القسط المتساوي بيساوي الاستهلاك الاول في فايده القرض. يعني اخد الاستهلاك الاول اللي انا جبته ده زائد الاستهلاك الاول زائد فايده القرض. جبت الاستهلاك الاول كان 1574 وهات فايده القرض عن الفترة الأولى أو القرض الأصلي، يبقى 10,000 في 12 من 100 زائد الاستهلاك الأول يديك القسط المتساوي. نعد كده جبنا القسط بكام طريقة؟ قلت لي القسط المتساوي بيساوي الاستهلاك الأول زائد فايدة القرض، أو القسط المتساوي بيساوي الاستهلاك الأول في 1 وعين من 100 أس نون. أدي تاني طريقة. آخر طريقة وأسهلهم اللي هو الاستهلاك الاخير في 1 وعين من 100، ودي اللي احنا بنشتغل بيها بطريقه سهله. قلت لي القسط المتساوي بيساوي الاستهلاك الاخير في 1 وعين من 100، يبقى القسط بيساوي الاستهلاك الاخير اللي احنا جبناه 2476.88 في 1 وعين من 100 او 1.12 من 100، يطلع على طول القسط بتاعنا 2774 علامه 11. ارجع تاني افكرك، القسط ليه اكتر من طريقه. القسط بيساوي الاستهلاك الاخير في 1 وعين، او الاستهلاك الاول في 1 وعين أس نون، او الاستهلاك الاول زائد الفايده الاولى او زائد فايده القرض زي ما بتحب تسميها. يبقى خلي بالك، وكمان خليك فاكر ان العلاقه بين اي استهلاكين متتاليين 1 وعين، العلاقه بين اي استهلاكين متتاليين 1 وعين من 100، او العلاقه بين اي استهلاكين متباعدين او غير متتاليين 1 وعين من 100 أس قاف أو أس الفرق بتاعنا. طيب عندنا بقول العلاقة بين أي استهلاكين متتاليين هي، برضو ممكن تيجي في صورة أكمل، العلاقة بين أي استهلاكين متتاليين هي 1 وعين من 100، أو العلاقة بين أي استهلاكين متباعدين. يعني إيه متباعدين؟ يعني كاف واحد وكاف أربعة مثلا. بتقول لي يا مستر ده كاف واحد المفروض بعديه كاف اتنين. ايوه لو اديتك كاف 2 يبقى العلاقه بينهم 1 وعين من 100. طب لو اديتك كاف اربعه يبقى العلاقه بينهم 1 وعين من 100 اس الفرق بينهم. طيب الفرق بين اي استهلاكين هو هو الفرق بين اي فايدتين لنفس الفتره. يعني لما اقول لك كاف 5 ناقص كاف 3 تقول لي بيساوي ف 5 ناقص ف 3. الفرق بين اي استهلاكين بيساوي الفرق بين اي فايدتين ل نفس الفترتين. طيب عندنا كمان بعض التمارين اللي احنا هنشوفها مع بعض. عندي مثلا ممكن يديني تمرين يديني فيه كاف 3 وكاف 2. لو اداني تمرين فيه كاف 3 وكاف 2 هحسبها ازاي او هتعامل مع التمرين ده ازاي؟ اقول له لما يديني استهلاكين متتاليين وعاوز مني المعدل. لو عايز مني المعدل، لما يقول لي مثلا لو عندي كاف 3 وكاف 4 ويطلب مني المعدل، اقول له المعدل بيجي ازاي؟ اي دايما اقدر احسب المعدل عن طريق حساب المعدل بيساوي او 1 وعين من 100 بتساوي كاف 3 على كاف 2 او اي استهلاك على الاستهلاك السابق له. خد بالك في التمرين اللي فات لما جينا نشتغله انا كان عندي استهلاك واحد اللي موجود، كان عندي في التمرين اللي فات استهلاك واحد هو اللي موجود اللي كان معلوم. بديت اضرب الاستهلاك اللي معلوم عندي في 1 وعين من 100 وقدرت احصل على الاستهلاك اللي بعده، وضربت الاستهلاك اللي بعده في 1 وعين من 100 وقدرت احصل على الاستهلاك الخامس، يبقى كده جبت الاستهلاك الثالث كان موجود عندي في التمرين، وبعديها قدرت احسب الاستهلاك الرابع عن طريق ضرب الاستهلاك الثالث في 1 وعين من 100، وبعديها ضربت الاستهلاك
الرابع في 1.1 من 100 جبت الاستهلاك، الخامس. طيب جبت كاف 2 ازاي؟ قلت كاف 3 اللي كان عندي، رحت واخد كاف 3 ده قسمه على 1.2 من 100، قسمت كاف 3 على 1.2 من 100. يبقى هنا لو عايز اجيب استهلاك صغير هقسم على، اما لو عايز اجيب استهلاك اكبر من اللي معايا هضرب فيه. التمرين اللي فات ده من اهم التمارين اللي موجوده عندي في موضوعات، في موضوع استهلاك القروض، عشان كده عايز ااكد عليه تاني. لما يقول لي القرض يستهلك على 5 اقساط سنويه متساويه ويديني استهلاك السنه الثالثه فقط، هبتدي اتعامل مع الجدول ازاي او مع الاستهلاكات ازاي. انا معايا كاف 3، هبتدي اخد كاف 3 اضربه في 1.2 من 100 هيديني كاف 4. كده انا جبت كاف 4 بدلالة كاف 3، يبقى كاف 4 بيساوي كاف 3 في 1.2 من 100. وبعدين معايا كاف 4 خلاص انا حسبت، اقدر اجيب كاف 5. ازاي جبت كاف 5؟ اقول لك كاف 5 ده بيساوي كاف 4 اللي خلاص بقى اوريدي معايا، كاف 4 في 1.2 من 100. جبت كاف 5 اللي هو كاف 4 في 1.2 من 100، كده انا عندي كاف 5 اخر حاجه. طب اطلع بقى اجيب كاف 2 وكاف 1 ازاي؟ قلت لي انت معاك كاف 3 اللي هو كان معلوم وجاهز في التمرين. هاخد كاف 3 اقسمه على 1.2 من 100، يبقى كاف 3 اقسمه على 1.2 من 100، يبقى كاف 3 على 1.2 من 100 اداني كاف 2. طيب كده معايا كاف 2، عاوز اجيب كاف 1. تقدر تقول لي كاف 1 بيساوي كاف 2 على 1.2 من 100، او كاف 1 بيساوي كاف 3 على 1.2 من 100 اس 2. الطريقتين صح، وزي ما انت بتعرف تحل اشتغل. كل الطرق بطريقه سليمه هتوصلك للناتج اللي انت عاوزه. طيب خلاص قدرت تحصل على كاف 1، وقدرت تحصل على كاف 2، وقدرت تحصل على كاف 3، وقدرت تحصل او كاف 3 كان معلوم عندك، وقدرت تحصل على كاف 4 وكاف 5. هنا هو ما كانش طالب منك اي استهلاكات، هو كان طالب منك القرض الاصلي. القرض الاصلي بيساوي ايه؟ قلت له القرض الاصلي بيساوي مجموع الاستهلاكات. القرض الاصلي بيساوي مجموع الاستهلاكات. يبقى اذا حضرتك هتقسم، هتجمع الاستهلاكات اللي عندك يدي لك القرض الاصلي. هتقولي كاف 1 زائد كاف 2 زائد كاف 3 زائد كاف 4 زائد كاف 5 بيساوي 10,000. طيب وانت مثلا بتحل التمرين بتاعك لقيت ان القرض طلع 10,004 من 10، 10,002 من 10، هنا ده نتيجة لتقريبك الارقام بتاعت الاستهلاكات المتساوية لما بتضرب في 1.2. فبرضو ممكن بطريقة سهلة خالص تكتفي بالقيمة الأصلية، بالقيمة السليمة أو الصحيحة للقرض، علشان ما تلخبطش نفسك. واحد يقول لي أصل ما طلعش نفس القرض، لا هو طالع هو هو، بس أنت كنت مقرب أرقام، فيطلع معاك مثلا 9,999 و9 من 10 أو 10,002 من 10، يعني يزيد أرقام بسيطة يقل أرقام بسيطة. حاول تخليها في صورة صحيحة لأصل القرض. يبقى ممكن كمان جاب لك بعض الصور او بعض الاسئله في صوره اسئله اكمل او صح وغلط عن طريق العلاقات اللي انت حفظتها معايا في الحلقه. مثلا تقول لي ايه الاستهلاك الاول؟ الاستهلاك الاول بيساوي نقط على 1.2. ايه نقط على 1.2؟ مش احنا اتفقنا ان اي استهلاك بيساوي الاستهلاك التالي ليه على 1.2؟ يبقى الاستهلاك الاول بيساوي الاستهلاك التاني على 1.2، او يعكسها يقول لي الاستهلاك التاني بيساوي الاستهلاك الاول في نقط، طبعا في 1.2، لان احنا عرفنا ان العلاقه بين اي استهلاكين متتاليين هي 1.2 من 100. علشان كده هرجع تاني للتمرين بتاعي اللي هو كان قرض يستهلك او يسدد على 5 اقساط سنويه متساويه من الاصل والفوائد معا بفايدة مركبة معدلها كام؟ 12%. فإذا كان استهلاك السنة الثالثة 1974.55 من 100 من الجنيه، أوجد بدون استخدام الجداول المالية. هفكرك تاني إن الشرط كان بدون استخدام الجداول المالية.
طيب لو كان في التمرين ده كان اداني استهلاك السنة الثالثة واستهلاك السنة الرابعة، أقول له أنت بتسهل عليا، بس في الحالة دي ما كانش هيدي لك المعدل. خد بالك من التمرين ده كويس، هنا مديني المعدل ومديني استهلاك سنة واحدة. طب لو اداني استهلاك سنتين، استهلاك السنة الثالثة واستهلاك السنة الرابعة، وما ادانيش المعدل في التمرين، هقول له في الحالة دي هجيب استهلاك السنة الثالثة واستهلاك السنة الرابعة اللي حضرتك مديهم لي، واخد بالي كويس ان هم استهلاكين ايه؟ متتاليين. مديني استهلاك السنة الثالثة ووراه على طول الرابعة، يبقى انا عندي، انت بتقول لي هم كام؟ خمس استهلاكات اهم. حضرتك اديتني الاستهلاك الثالث والرابع، خدت بالك ان هم استهلاكين ايه؟ متتاليين، الاستهلاك الثالث والرابع ورا بعض، علشان كده اسمهم استهلاكين متتاليين. طب يا مستر، مش حضرتك قايل ان العلاقه بين اي استهلاكين متتاليين هي 1.2؟ اقول لك اه انا قلت كده. تقول لي يبقى 1.2 الاستهلاك الكبير على الاستهلاك الصغير، بس بشرط ان هم يكونوا متتاليين، يبقى كاف 3 على كاف 2. وبعدين شيل الواحد اللي هنا والواحد اللي هنا، يطلع المعدل اللي عندك 12 في، يبقى كده انا قدرت احصل على مين؟ على المعدل. وبالمثل بنفس الطريقة اللي فاتت هقدر احسب على اقدر احسب الاستهلاكات الخمسة اللي عندي، وبعد ما احسبهم اقدر بمنتهى السهولة والبساطة اجمع الاستهلاكات يديني اصل القرض اللي عندي، زي ما هنشوف اهو في التمرين تاني. قرض يستهلك على خمس اقساط سنوية متساوية، خلي بالك خمس اقساط يبقى خمس استهلاكات، خمس اقساط يبقى خمس فوائد، خمس اقساط يبقى خمس فترات، يبقى قرض يستهلك على خمس اقساط سنوية متساوية من الاصل والفوائد معا بفايدة مركبة معدلها كام؟ 12% سنويا. فاذا كان استهلاك السنة الثالثة 1974.55، اوجد بدون استخدام الجداول المالية القرض والقسط المتساوي. هنا يا جماعة اتفقت معاك ان بحط الاستهلاكات اللي عندي، مين اللي معلوم عندي؟ قلت لي كاف 3، او لو زي ما اتفقنا هيجيب لك كاف 2 وكاف 3 موجودين، ما عنديش مشكلة. هتطلع لفوق تقسم وتنزل لتحت تضرب، تاني عشان الحتة دي مهمة، هتطلع لفوق تقسم هتنزل لتحت تضرب. يعني حضرتك هتقول لي ايه؟ انا عاوز كاف 2، كاف 2 مش معايا بس معايا كاف 3، يبقى تاخد كاف 3 على 1.2. طب كاف 3 يا مستر حضرتك كنت مديهولي ب 1974 علامة 10، يبقى هتقسم 1974 علامة 10 على 1.12. قسمنا، خدت بالك عملية قسمة ليه؟ لأن انتقلت لفوق كاف 3 طالع أجيب كاف 2، كاف 3 هطلع أجيب كاف 2، يبقى هنعمل عملية إيه؟ على قسمة. يبقى هنا قسمت 1974 علامة 10 على 1.12 بيساوي 1762.99، ولما تطلع تجيب كاف 1 نفس الكلام على القسمة، وتحت هنبقى عملية ضرب. وزي ما اتفقنا لو ادالك استهلاكين متساويين، لو ادالك استهلاكين متتاليين العلاقة بينهم 1.2، فنقدر نجيب المعدل لو المعدل كمان مش موجود. أبسط الطرق لإيجاد القسط المتساوي بدون استخدام الجداول المالية هي إنك تضرب الاستهلاك الأخير في 1.2. أتمنى إن النهاردة إن شاء الله نكون قربناكم من النجاح بخطوات على شاشتكم المفضلة، شاشة قناة مصر التعليمية، وبرنامجكم برنامج في بيتنا مدرسة. كان معكم مستر فتحي عبد الكريم، مدرس الرياضة والإحصاء بوزارة التربية والتعليم. شكرا لحسن استماعكم.